خير خير كده تمام كده تمام. بص طب خلاص يعني بيعمل باله من الجيم بتاعه ويعرف الخطر بتاعه بعد كده خلاص مفيش مشاكل. هي الكفاءة طلع 33 و8 من 10 8% طلع مع 33% ال المهم كده 1016 و7 من 10 طلعت 33 و8 بس. دكتور دكتور معلش الرسمة انت قلت الافشنسي كام؟ رسمة الديس نعم قلت الافشنسي كام؟ عشان نبقى قلت الافشنسي كم؟ 33.8% 3.8% 33.1% اصلا في ناس اغلب الناس لما طلعت 33.3 يا 2 يا 32.8 يا 32.7 المهم الرقم قريب يعني تمام. الرسمة دي اس عليها 4 درجات تطلعي الاتشات عليه 6 درجات كل مطلوب الورك تيربل عليه درجتين الورك بامب عليه درجتين الورك نت عليه درجتين الكيو قالت عليها درجتين الايد عليها درجتين من 20 يعني فاينل 70 يا اسطى فاينل احنا كنا بنعمله من 110 نظري و40 اعمال سنه 20 ليا و20 للدكتور محمد. هي الماده من 100 الماده بقت كام؟ 100 بقت بقت اصبر انا عارف في اللائحه موجوده بس انا مش متأكد. يعني في اللائحه 30 و70 بقت 70 و30 70 و30 70 تحريري و30 يعني من 100 ما بقتش من 150 الماده. فده طبعا كان بيلم معاكم درجات على اساس تراكمي فما دلوقتي قلت العمليه وده شيء يزعل يعني بصراحه. الماده كانت من المواد الظريفه اللي بتاخد بس فيها افكار وكده يعني ما فيش فيها صعوبه يعني صعوبه للي ما بيحضرش صعوبه للي ما بيحضرش يعني الفرع الثاني مش سهل. لو تحب ابقى ابعتها لكم على الواتس الحل عايزين الدرجات ما هو لسه بقى ما انا هرصدها ان شاء الله حاضر في درجات هتبقى مع نوعين وال 20 درجه دول انا هيقلوا طبعا هاخد نسبه منهم مع درجات المعيد بحيث يبقى ليك ايه؟ ليك 15 درجه عندي. طب هو ايه درجات لان ال 30 درجه هيتقسموا ما بيني وما بين الدكتور محمد. تمام يا شباب؟ مادة الدكتور محمد حليته فيها برضه كويس؟ اه حليته فيها نص ساعة الحكاية ما كانتش مستاهلة. ماشي يا شباب. اتكلمنا المرة اللي فاتت خلاص بدأ التسجيل ولا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بريتون سايكل اللي هي دورة بريتون سميناها دورة جول أو ساعات بيسموها بريتون جول سايكل أو ساعات بتسمى الجاز تيربن سايكل وعرفنا إن في كلوزد سايكل اللي هي بيبقى جواها الغاز الخامل اللي بيعمل السايكل بتاعته بضيف ليه حراره عن طريق هيت اكشنجر وبطلب منه حراره عن طريق كولر وباخد شغل من التربينه يشغل لي الكمبريسور ويشغل لي الجنريتور. قلنا ان شغل الكمبريسور يوصل احيانا لفوق ال 60% من شغل الايه؟ من شغل التربين. في دوره اللي هي الاوبن سيستم في نوع بنسميه الكلوز سايكل وفي نوع بنسميه الاوبن سايكل. الاوبن سايكل اتفقت معاكم المره اللي فاتت بتعتمد على حاجه بنسميها البريشر ريشيو او الار بي ووجدنا ان كفاءه الدوره على التي اس ديجرام بتساوي 1 ناقص 1 على الار بي اس جاما ناقص 1 على جاما. ده اللي سندناه المره اللي فاتت مش كده ولا ايه؟ هنرسم الدوره كده ونشوف بقى النهارده الاكشوال سايكل بتشتغل ازاي؟ الدوره الحقيقيه يعني من غير الايزنتروبيك اكسبانشن او الايزنتروبيك كومبريشن. نرسم الدوره كده ونشوفها مع بعض. معلش بقى اسمحوا لي ان صوتي النهارده عندي دور كحه وبرد عامل قلق. السلام استحملوا الصوت يعني.
الدوري اللي اتفقنا فيه التربين الجهاز تيرم عندنا الجهاز تيرم اللي بتاخد مني الكومباشن شامبر زي ما احنا اتفقنا وبعدين في الكومبريسور الاثنين زي ما احنا اتفقنا لينكد مع بعضهم عن طريق كابلنج ودي التربينه طبعا التربين عندنا الكومبريسور وبعدين هنا الجنريتور اللي موجود عندنا وبعدين ناخد من الهواء عن بلوتوث واحد ونرمي من الهواء برضه عن بلوتوث كام؟ عن بلوتوث عن بلوتوث اثنين هنا وبعدين بلوتوث ثلاثه وبعدين بلوتوث اربعه هنا ما يحصل فيه في مبادئ عندنا وهنا طبعا الدوره بتنزل الهواء على طول مباشره بنسميها الاوبن سايكل احنا بنشتغل عليها على طول بنعتبر الهواء كوركينج فلو لو جيت رسمت الدوره دي على الاي اس ديجرام زي ما اتفقنا المره اللي فاتت الاي اس ديجرام بالنسبه للاير او بالنسبه للهواء ده الخطوط بهذا الشكل خطوط الضغط ده البي بي 2 وده البي 1 وقلنا ان البي 2 على البي 1 سميناها الار بي اللي هي البريشر ريشيو. الكمبريسور بياخد بيضغط من واحد لغايه اثنين ايزنتروبيك بهذا الشكل. وبعدين بسخن لغايه نقطه ثلاثه وبتمدد لغايه نقطه كام اربعه وبعدين بضغط حراره عند الاربعه لغايه واحد. نتيجه السرعات الزايده او الحركه بتاعت الغازات والفلو بقى عالي جدا سرعات عاليه فبيحصل احتكاك ما بين اي لو عندك اي ضغط وماشي فيها هواء بسرعات عاليه، كل ما زادت السرعه كل ما الفريكشن بتاعي زاد. او بنسميه كوفيشن الفريكشن. وعامل الاحتكاك. وعامل الاحتكاك ده بيبقى فيه رقم معين بنحطه نتيجه ان الفلو ماشي بضغط عالي فبيحصل حاجه بنسميها البريشر دروب. يعني مثلا حتى في مواسير الميه تلاقي مثلا ماسوره في اول المحطه على ضغط عالي جدا فيها وفي الاخر تبقى الضغط منخفض فبيحصل فيه حركه اللي هو الدي بي زي ما احنا اتفقنا ما دام في فرق ما بين الدخول والخروج في دلتا بي بيحصل فلو عندها لو ما فيش فرق بين ما يحصل فرق في الخروج مش هيحصل فلو عندها فنتيجه الفلو هو ماشي بيحصل يبقى المفروض ان الضغط في الاول هيحصل الضغط الجوي يبقى كل الضغط على طول الماسوره ثابت ده ما بيحصلش ولذلك تلاقي مثلا في القرى مثلا تلاقي ان في اول البلد اللي جاي من المسار الرئيسيه تلاقي الميه عندهم تمام التمام ويفتح الميه 100 اللي في اخر البلد الميه طب واصله له ايه؟ يا دوبك سلسوبه كده نتيجه ايه بقى يا جماعه؟ نتيجه البريشر دروب نتيجه الفريكشن الاحتكاك من في الميه اللي ماشيه في الماسوره خدتوا حاجه زي كده؟ هتاخدوها ان شاء الله مع الدكتور محمد في الفلويد كفلويد ميكانيك طب خدتوا فلويد ميكانيك خدت السنة اللي فاتت في جود ميكانكس. خدت بس ايكويشن والفريكشن فاكتور والحاجات دي. لا لابد تراجعوا عليها يعني المهم نتيجة أي فلو في أي ضغط أو في أي ماسورة بيحصل دروب في البريشر. بيحصل دروب في البريشر نتيجة الإيه؟ نتيجة الدينامومنتي نتيجة الهيلث نتيجة الاحتكاك ما بين الايه؟ ما بين نتيجه الاحتكاك ما بين الفلويد نفسه وسطح الايه؟ سطح الضغط اللي ماشي. فنتيجه الهواء وهو ماشي بهذه السرعه في التربينه ما فيش داعي اللي ورا بقى انت كده هتستهلك كهرباء ليه؟ رش الكهرباء يا باشمهندس المفروض رش الكهرباء فين تاني اسمع الكلام احنا يكفينا حاجه واحده بس انا طول الليل في البيت برضه كده اولادنا واحنا صغيرين كل اللي قاعد ماشي وراهم قافل في اللمبات يعني هم يسيبوا اللمبات مفتوحه على التكييف مفتوح على مش همه لانه ما ينفعش من جيبه لو عنده دفع من جيبه هياخدها الله الله يعني الحفيظ يعني فانا بقى اللي بمشي ورا قاعد اسقط كده نايم قاعد مبسوط وتمام التمام ونايم مشخر زي ما بيقولوا وسايب التكييف على الاخر. التكييف اديله فتره وخليه يفصل اوتوماتيك يعني ده كله ترشيد
الكهرباء. يا ريت المهندسين برضو ترشدوا بعض ان الفلوس بتدفع في ال في ال تعتبر ك ك كلصص نعم إدارة المال العام. لا إدارة المال بتاع والدك بقى. إدارة المال والدك مش المال العام. هو كان في الكلية بياخد من العام فبرضه يعني في النهاية برضه إدارة المال العام. ماشي فنتمنى إن شاء الله كلكم ترشدوا الاستهلاك بالذات في الكهرباء والمية بالذات الكهرباء والمية. نرجع تاني للكلام بتاعنا فبيحصل احتكاك ما بين الهواء وبين ريش التربينة وجسم التربينة نفسه. نتيجة الاحتكاك ده يا شباب الهواء بترتفع درجة الحرارة فوق الحرارة اللي هي أصلا واخدها نتيجة الاحتكاك نتيجة الحركة السريعة بتاعة الهواء بيحصل احتكاك. على فكرة يمكن أن تلاحظوها أو تسمعوا عنها يعني سفن الفضاء لما السفينة بتيجي راجعة من الأرض واخدين بالكم معايا بيبقى فيها كلادنج من بره أو 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 بحط عليها كلادنج يعني غلاف غلاف وهي داخلة الغلاف الجوي وهي داخلة الغلاف الجوي بتخش بسرعة عالية جدا جدا جاي من القمر داخلة على الأرض السفينة نتيجة احتكاكها بالهواء بالسرعة العالية بتتحرق بتولع بتسيح نتيجة الحرارة الرهيبة جدا المتولدة وعارفين طبعا الاحتكاك لو عملت سيادتك كده بتسخن هنا بتسخن مش كده ولا ايه؟ ده نتيجة الفريكشن والفريكشن ده نعمة من عند ربنا لأن لولا الفريكشن ما كانش فيه حركة على سطح الأرض يعني الاحتكاك ده مهم جدا وإلا الناس كانت قاعدة تفضل ماشي فالاحتكاك ده هو سبب سير المركبات على الأرض سبب حركتك على الأرض ده مهم جدا جدا يعني لكن في أضرار تانية بقى في الحاجات دي مع اللي احنا بنتناشاها فدي ممكن السفينة تتحرق نتيجة سرعة الدخول من الغلاف الجوي واحتكاكها بالهواء على طول بيحصل يعني انت بالظبط حاطط قلم مخرطة على حاجة بيقصها فبيحصل احتكاك مذكر في المخرطة من بره سن القلم والا السن القلم ده ممكن يسيح ولا ايه؟ نتيجة الاحتكاك فنتيجة الاحتكاك درجة الحرارة بتزيد بالنسبة للتربينة وبتزيد بالنسبة للكونوس نتيجة الحركة السريعة بتاعتها فتيجي تبص تلاقي ايه بقى؟ تلاقي ان نقطة واحد ديت هتطلع بهذا الشكل. هات الكيت داش. يعني الخط ما كانش ايزنتروبيك بقى، نتيجة توازن، عارفين ايزنتروبيك كومبريشن لا حرارة داخلة ولا حرارة خارجة. فلكن نتيجة الاحتكاك نفسه بتاع الهواء جسم 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 الكومبريشن فبياخد الشكل ان درجة الحرارة بترتفع شوية، أو شوف الفرق من هنا كده. درجة الحرارة ارتفع كذلك التربينة التربينة بقى نازلة درجة حرارة عالية وبيحتاج أيضا الهواء فبدل ما بينزل عند النقطة 4 لا ده بيتحرك بهذا الشكل يبقى 4 داش فإذا ده بنسميها لكل كومبوننت ككمبريسور وكتربينة بنقول حاجة بنسميها الـ efficiency of the component أو التربينة بتبقى نسميها التربين efficiency أو الميكانيكال تربين efficiency والكمبرسور برضه بقى فيه الميكانيكال كمبرسور efficiency. بنرمز بقى بالرمز ازاي؟ بنقول والله إن الإيتا بتاع الكمبرسور بتساوي كفاءة الكمبرسور يا شباب بتساوي الشغل الصغير اللي هو النظري على الشغل العملي، أنتوا شايفين الشغل بتاعه وصل بدل ما كان من 1 ل 2 اللي هو اتش 2 ناقص اتش 1 ده اتش 2 داش ناقص اتش 1 صح ولا لا؟ نتيجه ارتفاع درجه الحراره فهو بيبقى عباره عن ايه الكفاءه بتاعته بقى؟ وتبقى عباره عن الشغل النظري اللي خده على الشغل الايه؟ الاكشوال اللي خده. دي على فكره بنسميها الاكشوال الاكشوال بريكون يبقى هنا بتساوي ايه بقى يا شباب؟ السي بي التي 2 ناقص تي 1 على السي بي التي 2 داش ناقص تي 1 اللي هو الشغل النظري على الشغل العملي او على الشغل الفعلي الاكشن تمام؟ طب الايتا تربل بقى هتلاقي عكس الكلام ده الشغل اللي هو الفعلي على الشغل النظري
مش كده مظبوط ولا ايه؟ الشغل بتاع التربيه قل ولا زاد؟ بيقل طبعا من 3 ل 4 داش غير من 3 ل 4، لكن هنا الشغل زاد. انت بتديله شغل فمحتاج ياخد منك شغل اكبر فده على حسابك، لكن هنا بتدي لك الايه؟ الشغل اللي موجود عندنا. عشان الصوت للطفل ده كله بيه. بعيدة تربي هنا الميكانيكال تربي الافيشنسي هتبقى عبارة عن H على C B T 3 ماينس T 4 داش على C B T 3 ماينس T 4. تمام يا شباب؟ بس ده مجرد مع تعريف للايه؟ للاكشوال سايكل بيحصل فيه ايه بالظبط؟ احنا فتحنا حضرنا كتير. طيب بعد كده يا شباب احنا اتفقنا قلنا الورك بتاع الكابل هيبقى بيساوي اتش 3 ماينس اتش 4 داش يعني بيساوي سي بي تي 3 ماينس تي 4 داش. واحد يقول لي طب ايه الكلام الفكره من الكلام ده؟ لو انا عرفت تي 4 داش دي خلاص انتهت المشكله. فانت ساكت بترسم الرسم من 3 ل 4 معروفه. لو عرفت نقطه 3 وعرفت البي 2 والبي 1 او الار بي تقدر تجيب تي 4. صح يا شباب؟ الكفاءات ده هي بتبقى معلومه من التجارب ومن الابحاث. الكفاءه بتاعت التربينه يقول لك مثلا توصل ل 98% 95% الكفاءه بتاعت المرسل برضه توصل مثلا 85% 87%. دي من كل شركه بتطلع الكمبريسور او بتطلع التربينه بتقول لك والله الكفاءه الميكانيكيه بتاعتها بتبقى كذا. في الكفاءه الميكانيكيه والكفاءه اللي هي الايزوتروبيك بتسموها على فكره. في فرق بين الكفاءة الميكانيكية والكفاءة الايزوتروبيك. دي بتسميها الكفاءة الايزوتروبيك اللي هي بدل ما هي ايزوتروبيك بتاخد ايه؟ خط ما احناش عارفين مساره شكله ايه؟ مش ايزوتروبيك ولا حاجة. لكن الكفاءة الميكانيكية تبقى نتيجة ايه يا شباب؟ انتوا خدتوا في الالات عندكم في الدي سي موتورز وفي الاي سي موتور والجمالات. الكفاءة الميكانيكية اللي بتبقى نتيجة وجود الكابل، نتيجة وجود الاحتكاك من الشافت نفسه مع الجيرنج. الشفط بتحط على بيرنج اللي هو كراسي محاور دي بتاخد برضه فريكشن، والفريكشن ده بيضيع جزء من الباور نتيجه انها بتتغلب على الفريكشن. ولذلك لو انت طفيت عنه الكهرباء هيقعد يلف كذا لفه وبعدين يقف. واقف ليه؟ نتيجه الاحتكاك. فدي بنسميها الكفاءه الميكانيكيه، ودي برضه بتبقى في حدود كذا و80 كذا و90. ماشي؟ لو ضربت الاثنين في بعض تديلك الكفاءه الكليه. الى جانب ان في كفاءه كهربائيه عندكم نتيجة الايه؟ نتيجة الايدز اللي بيسموها بيسموها ايه انتوا طبعا قسم الكهرباء وعارفين الكلام ده. اه الكفاءة الكهربية نتيجة وجود تيارات الدوامية نتيجة وجود الحديد كصفائح بينه وبين بعضهم اللي هو الكهرباء. ده مع انتوا طبعا ادفع مني فيها يعني، لكن احنا فاكرينها من ايام ما كنا بناخد ان في كفاءة كهربية. ضرب الكفاءة الكهربية الكفاءة الايزنتروبيك والكفاءة الميكانيكية يديني الاوفرول افشنسي للوحدة نفسها اللي هي اللي هي الكفاءة الكلية الاوفرول افشنسي. متابعين يا شباب؟ طيب يبقى هنا الورك تربل احنا جبناه. لو عرفت طبعا 4 داش دي اجيبها ازاي بقى؟ لو عرفت ديتا تربل هطلع المعادلة واطلع 4 داش على طول. اطلع هنا يديني الشغل المطلوب. كذلك هنا الورك بتاع الكمبريسور هيبقى عبارة عن اتش 2 داش ناقص اتش 1 يعني بتساوي سي بي تي 2 داش ناقص تي 1. عرفت طبعا تي 2 وتي 1 اقدر اجيبها من الار بي. تي 2 على تي 1 تساوي الار بي اس جاما ناقص 1 على جاما اقدر اطلع تي 2. ومن المعادلة ده من تي 2 موجودة وتي 1 موجودة وتي 1 موجودة والسي بي خلاص اقدر اطلع تي 2 داش لو الهيتا كومبرسور بتبقى هيتا كومبرسور هيتا تيرمي بديها لك مثال اللي هي بتسموه دول على فكره الايزنتروبيك
efficiency. عايز يضربك efficiency. التربينا كلام جميل كده. انتهينا من ايه؟ من الاكشن سايد. نخش بقى على حته صغنطوطه كده بتبقى يعني الطلبه ما بيحبوهاش في النظري، ولو ان احنا ساعات بنجيبها في كسؤال كده. قول لي والله سيب لي كده حسابات عند انه ار بي يديني الماكسيمم ورك، اقصى شغل للتربينا عند انه ار بي. احنا اتفقنا كل ما زال معدل الفاتش عند 2 من 10 تقريبا الشغل اللي فات. لو الار بي بهذا الشكل وهذه الكفاءه، كل ما زادت الار بي كل ما الكفاءه بتزيد يا شباب. ده المرحله بتاعته. بس لغايه امتى؟ لغايه 2 من 10 تقريبا. لغايه امتى؟ احنا قلنا لا مش 2 من 10. مين اللي قال 2 من 10؟ كان في نسبه لها نسبه كبيره. لا ده النسبه دي دخلنا في الستين تاني. هنقول لكم ما تخلطوش ما بين دورات الستيم ودورات الجاز تربين. ده عمليه الريهيت لو انت فاكر يا باشمهندس. 2 من 10 من البوبويل. عمليه الريهيت باخد الضغط بتاع الريهيت عند تقريبا 2 من 10. ده مش مسلم بيه يعني، لكن ده قيمه قال لك قيمه مثلى يعني. 2 من 10 من الضغط بتاع الايه؟ بتاع الدخول او البويلر ضغط البويلر. فهنا عايزين نحسب اقصى شغل للتربينه يبقى عند قد ايه من الار بي، او علاقه الار بي باقصى شغل عندي. اللي بيبقى معلومه عندي في المساله يا جماعه او في المحطه، اللي معلومه عندي نقطه 3 ونقطه 1. 1 دي بسحبها من الجو واقدر اقيسها. اظن سهله دي، احط الترمومتر كده اقيس درجه حراره الهواء اللي داخل الكمبرسور. نقطة 3 اللي لو فاض بإذن الله وقت هبقى أدي لكم بقى نص من الاحتراق في البويلر أو في الكومبشن تشيست في البويلر عموما. درجة نقطة 3 دي أحسبها حسابات وأقول والله أنا عندي كمية هواء داخلة وعندي الفيول اللي عندي مثلا. طبعا هنا بستخدم الجاز اللي هو الغاز الطبيعي أو السولر أو المازوت أو السولر الطيارات أو أي حاجة أي فيول، لكن ما اعتقدش انه بيستخدم فحم. الفحم بيستخدم في محطات البخار انه على الارض، لكن هو دي برضه على الارض. لكن لو في الطياره مثلا فبيستخدم وقود فيول زي السياره وزي وقود الديزل زي وقود البنزين اللي هو بنزين بيستخدم في السيارات، الديزل بيستخدم في السيارات، السولر والمازوت، كل ده حاجات بتستخدم برضه في الايه؟ في الافران اللي بتستخدم في المحطات الحراريه اللي بتولد الايه؟ اللي بتولد في ده بالذات بيستخدم اللي هو الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي اللي احنا بنطلعه عندنا ده اللي كان مصدرناه لبلاد اللواء وقت زي ما بنقول يعني. فده طبعا احنا بنستخدمه في اداره الجاز تيربن باور بلانت اللي هي المحطات اللي بتشتغل بالغاز. طبعا مش الغاز اللي هو احنا بنستخدمها كجاز تربل، الغاز اللي هو الوركينج فلويد اللي ماشي في الدوره، لكن الفيول بيبقى يا اما مازوت يا اما سولر يا اما اي وقود ليكويد فلويدز يعني. فاهمين يا اولاد ولا ايه؟ الفحم ما اعتقدش هيستخدم في دي لو في طياره مثلا. ممكن هنا برضو الكومباشن تشيمبر ما تستخدمش الفحم. الافران هي اللي بتستخدم الفحم اللي بتستخدم مع محطات البخار. فهنكتب كده بقى اللي هو ايه بقى؟ ماكسيموم ويرك بريشر ريشيو فور ذا ماكسيموم ويرك عندك. هي اثباتها رخم شويه لكن يعني ما بنخش مش ريشيو فور ماكسيموم ورك اوف فيري جود سايز. هحط معدل كده علاقه ضرب ما بين
الشغل وما بين البريشر ريشو، وهفاضل المعادله دي بالنسبه للبريشر ريشو وثواب ايه في الماكسيمم والمينيمم في الصفر. مش انتوا خدتوا في الديفرنشال ايكويشنز كده؟ هجيب العلاقه اللي تربط ما بين الشغل وما بين البريشر ريشو، وفاضل المعادله دي وثواب الصفر، واشوف يا ترى البريشر ريشو دي اللي تديني اقصى شغل تبقى عنده انه درجات حراره. بس خلي بالك الحرارتين اللي انت عارفهم هم ثلاثه واحد اثنين، ما اناش عارف بتطلع من كومبروس شكل طبعا بتتحسب، لكن الاثنين داش دي ما فيش الا اذا عرفت الكفاءه بتاع الكومبروس او استاد، فدي ما بيقساش عموما، بتبقى دوره مغلقه ومتقفله بعازل عازل جدا حوالين المواسير اللي بتنقل الفلويدز اللي بتنقل الوركينج فلويد اللي زي الهواء مثلا، فما بتقدرش طبعا. في مجسات وكل حاجه موجوده، وعلى فكره دي كان في وحده عندنا موجوده في جامعه تمر المطار في البيضه، مدينه البيضه اللي هي في ليبيا، وكانت الوحده الحقيقه وحده طياره، وحده صغيره كده جاز تيربل، بس الحقيقه كلها كانت كمبيوترايز، يعني بتشغلها كانت بتشتغل بالكيروسين سي 8 اتش 18 اللي هو بيسموه في الوضع العالي اللي هو الايه؟ بيسموه الكيروسين يعني. ايه؟ الكيروسين ده كان زمان بيستخدم في الابواب والجاز، بيقولوا عليه الجاز يعني مش كده ولا ايه؟ هو سي 8 اتش 18 ده الرمز الكيميائي بتاعه، والوحده الحقيقه كانت عباره عن جاز تيربل كامله صغنطوطه كده، والمخرج بتاعها كان عباره عن كونفرجن دايفرجن نوزل بيعمل ثرست. ثرست يعني ايه؟ هي وحده طياره. الثرست ده نتيجه الكونفرجن دايفرجن ده نوزل، السرعه بتبقى طالعه عاليه جدا جدا من الغازات المحترقه، فبتعمل ايه؟ انتوا عارفين البالونه والفتحه بتاعتها، لو سبت البالونه الثرست قانون نيوتن الثالث اللي هو كل فعل رد فعل، فنتيجه الحركه بتاعي طبعا احنا لما كان في المشروع بتاعنا صممناها برضه، صممنا ازاي النوزل ده بيدفع الوحده كلها للامام، اللي هي نظام الطياره بالظبط، يعني الطياره تلاقي من ورا المحرك اللي قدام كومبريسور بيلف، انت بتشوف بس الكومبريسور، وبعدين جوه طبعا الكومبريشن شامبر كذا وحده مدورين كده كذا كذا كومبريشن شامبر عاملينها على شكل دايره، يطلع الغازات منهم يخشوا على التربينه، الغازات اللي طالعه من التربينه بتخش على النوزل، النوزل ده اللي بيدفع الطياره اللي قدام. انتوا فاهمين يا شباب؟ يعني لو جيتوا تبصوا كده باختصار يعني هتلاقوا المحرك عامل بالشكل ده. من جواه بقى في كومبريسور هنا، وفي هنا اهو كذا كومبشن شمبر داخلي بيشتغلوا مع بعض مش واحده، عشان بس التوازن بتاع الطيارة. بعد كده الناتج اللي بيطلع من هنا بيخش على التربينة أو العكس يعني. وبعدين التربينة بعد كده الناتج بتاعها بيخش ده نوزل عامل بالشكل ده يا شباب. بنسميه كونفرجن دايفرجن نوزل. الكونفرجن دايفرجن نوزل ده في الجاز داينامكس طبعا موال طويل يعني عشان تعرفوه. أنا كنت بدي الجزء ده بالذات لطلبة ليبيا وكانوا متفاهمين، او كانوا خمسه ست طلبه مش اعداد كبيره يعني. فالكونفرجن دايفرجن نوزل ده او بنسميه ديليفال نوزل اللي عمله راجل فرنسي اسمه ديليفال. ميزه الكونفرجن دايفرجن نوزل ده يا شباب ان الهواء ما بيخش فيه لغايه ما يوصل لسرعه الصوت هنا بتصمم طبعا تصمم الفتحات بتاعته بحيث يوصل لسرعه الصوت هنا، اما يحصل له دايفيرش يزيد السرعه تبقى سوبر سونيك بروستر. يعني ايه؟ انتوا عارفين سرعه الصوت سرعه، ولذلك حتى في الطيارات ساعات بتسمعوا الطيارات الحساسه بيحصل فيها صوت رهيب جدا، يقول لك ده ايه؟ اخترقت مجال حاجز الصوت، السرعه اللي طالعه من النوزل اللي ورا ده بتبقى سوبر سونيك بروستر، يعني سرعه فوق صوتين، حتى تسمعوا عن كلمه اسمها الماخ نمبر. انا مش عايز ادخلكم في متاهه يعني.
الماك نمبر ده هي سرعه اي حاجه على سرعه الصوت ماشيه في الهواء. وطبعا دي معادلات وفيها جذور تربيعيه لرو في الجي مش عارف في ايه حاجات ضخمه يعني. ده في ماده اسمها الجاز داينامكس بتدرس في سنه ثالثه عندي. طبعا دي عقول استخدموها في الحرب العالميه الثانيه في كل الالمان كل الطيارات بتاعتهم كانت اتطورت بهذا الشكل. فالماخ نمبر ده او رقم ماخ حتى هو الراجل العالم الالماني او ما اعرفش هو اسمه اصلا سرعه اي حاجه ماشيه في الهواء على سرعه الصوت بيسموها الماخ نمبر. اذا زاد الماخ نمبر عن واحد بتبقى سوبر سونيك سرعه سوبر سونيك فوق الصوتيه. فبتسمع انت لما الطياره لما بتيجي جديد السرعه بتزيد فوق السوبر سونيك فبتعمل حاجه بنسميها شوك ويف. شوك ويف يعني ايه؟ يعني ويف يعني موجه تصادميه مع الهواء اللي بره. فبتسمع الصوت الفرقعه الشديد اللي انت بتسمعه. ما علينا ده مجرد ايه؟ تفكير يعني. فهنا السرعه بتبقى فوق سوبر سونيك. السرعه وهي طالعه يا شباب الضغط اللي هنا بتبقى عالي جدا فبيزق بيزق الايه؟ بيزق البوق ده بيدفع الطياره للامام. اللي هي نظريه البالونه لما تنفخ البالونه وتسيبها كده ايه؟ بتحصل رد فعل لها تنطلق الى ده طبعا كل شغل ميكانيكا وشغل جاز داينامكس مع علينا يعني. نرجع تاني للايه؟ للكلام بتاعنا. انا هشوف الشغل بتاعي هنا بيساوي كام؟ الويب بتاع النت ورك بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي اتش 3 ناقص اتش 4 ده بتاع التربينه ناقص اتش 1 ناقص يعني بشتغل في الحاله اللي هي دي الحاله اللي هي الايدل بلاش في كفاءات للتربينه اشتغل في الحاله الايدل ماشي يا شباب؟ هي انا عارف ان الكلام ده بدأ كده ينعس ويعمل لكن ايه هتلاقوا الحكايه بسيطه ان شاء الله. يبقى ده بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي سي بي بالتي 3 اس تي 4 ناقص تي 2 اس تي 1. ينفع كده؟ ينفع؟ طبعا انتوا عارفين من سابقا ان تي 2 على تي 1 هتساوي ثلاثة تي أربعة يساوي الأر بي أس جاما ناقص واحد على جاما مش كده خدناها المرة اللي فاتت تمام أهو أطلع من المعادلة دي التي ثلاثة والتي اثنين والتي واحد برضه بلاقي يساوي كده سي بي افتح قوس تي ثلاثة افتح قوس واحد ناقص تي أربعة على تي ثلاثة ناقص تي واحد هخليها بره يبقى تي اتنين على تي واحد ناقص واحد. اظن ما زعلناش حد كده. تساوي سي بي افتح قوس هيبقى تي تلاتة واحد ناقص تي اربعة تي تلاتة واحد على ار بي اس جاما ناقص واحد على جاما. اسمي جاما ناقص واحد على جاما بالسهوله يعني اسميها زد. سماها كده زد يعني عشان بس ما نعرفش الان يبقى دي واحد على ار اس زد. ينفع يا شباب؟ طب لو حبيت ان انا اخليها فوق هيبقى ار اس ناقص زد. كلام جميل. هنغلط اكيد في الكلام ده فخليكم معايا. ناقص تي واحد في ار اس زد ناقص واحد. كلام جميل جدا. هعمل ديفرنشال ايكويشن. دي ايكويشن عندنا اعمل لها ديفرنشيشن بالنسبه للشغل بالنسبه لايه بقى يا شباب؟ بالنسبه للار. بالنسبه للار اللي هي الار بي. معلش ار سبسكريبت. حد يعرف يطلعها لي كده ايه يعني اعمل كده اقول له ايه ديفرنشيت الورك نت وذ ريسبكت تو ايه تو ار بي. يبقى انا قلت لك دي
دبليو نت على دي ار بي هتساوي بقى يا شباب المفروض هتساوي دي دبليو نت على دي ار بي هتساوي سي بي بره افتح قوس هتبقى تيتا الان خلي بالك هنا هنا ناقص اهي ماينس هتبقى ناقص واحدة واحدة ناقص التي تلاتة طبعا دي تفاضل واحد خلاص بصفر تفاضل واحد بصفر هتبقى التي تلاتة تضربه في ده هتبقى تي تلاتة بس في اشارة ماينس والناقص زد هتنزل واطرح منها كام؟ واحد طب ناقص زد في الناقص اللي كانت بره عندنا هنا يبقى بقت هنا في زد اهي التي تلاتة في الار بي قص ناقص زد ناقص واحد متابعين يا شباب؟ ناقص زد او زد زائد واحد تنفع؟ تمشي؟ اهي نفس الكلام ناقص زد ناقص واحد ناقص واحد كده طيب نخش على الثانيه دي هتبقى ناقص زد تي واحد زد تي واحد ار بي قص زد ناقص واحد كلام جميل جدا ده ديفرنشال ويز ريسبكت تو ار بي المفروض ده عند الماكسيمم يساوي كام؟ المفروض ده يساوي صفر فور ماكسيمم ورك او نيت ورك تمام يا شباب؟ طبعا طبعا السي بي ما بتساويش صفر يبقى لابد القوس ده كله هو اللي ايه؟ يساوي صفر يبقى انا عندي هنا هتبقى زد في تي 3 الار بي قص ناقص زد زائد واحد هتساوي زد في واحد ار بي قص زد ناقص واحد زد هتروح مع زد يبقى بقيت بقى ايه؟ تي 3 على تي واحد يساوي تي تلاتة على تي واحد تساوي الار بي قص زد ناقص واحد على ار بي قص سالب زد زائد واحد طبعا لو حبيت انت بقى تطلع دي فوق هتبقى ايه؟ ار بي يساوي الار بي قص زد ناقص واحد زائد زد زائد واحد ينفع؟ واحد مع واحد ماشي يا شباب يبقى ده بيساوي ايه بقى؟ ار بي قص 2 زد كلام جميل كلام جميل طلعنا في النهايه ان عند كماكسيمم ورك تقدر تاخده من التربيله دي لما تي 3 اعلى درجه حراره على اقل درجه حراره في الدوره يساوي البريشر ريشيو اس 2 زد يعني بتساوي الار بي اس 2 في جاما على جاما ناقص واحد لا جاما ناقص واحد جاما ناقص واحد بالعكس ماشي ماشي يا حاضر ناقص 2 بص بقى هيضربوا في كاستور هي في الكوس كله في الكوس كله الكوس كله الزد بالجاما ناقص واحد على جاما ناقص واحد ده كده يعني ماشي حاضر مش بقول لكم اغلط يعني مش غلط ولا حاجه هو بس ايه سرعه لكن انتوا في الامتحان يا ريت بقى تركزوا انتوا شويه طب لو حبيت اقول الار بي الواحد تبقى دي الار بي احنا اسفين ما بنبقاش اهم حاجه اسفين يا شباب يعني اهم حاجه شيل المايك يعني لا شيله لا ما يصلح يقع تاني شيله طب شيل عشان تسيبها ده تطلعوا بره ايوه يعني هنزله تحت السلام ماشي تاخد بالك مين ياخد باله لا سليم جت سليم ده ماشي نجرب المايك بقى خلاص لا
خلاص يا دكتور شيل المايك. لا هنسجل من غير المايك. هي مش فكرة في البنش عشان الصوت. لا لا عشان المسافه تبقى جوه شويه البنش لو انت تحت هنا وعملت كده المعادله دي وقلت جاما دي طبعا جاما دي بتتغير في الحسابات الاكشوال كل حاجه لها حسابات يعني جاما دي بتتغير مع درجات الحراره بيبقى لها وضع ثاني بيعمل برنامج كمبيوتر وبيدخل الداتا اللي عنده ده الوحده اللي انا قلت لكم عليها في ليبيا دي كانت برضه كلها كمبيوترايزد درجات الحراره اللي داخله على الكمبريسور اللي خارجه من الكمبريسور اللي داخله على التربينه بعد الكومبشن شيمبر اللي خارجه من التربينه اللي خارجه من الايه من النوزل اللي في الاخر والضغوط برضو في مجسات كانت بتحسب الضغوط كل ده بيترسم على الكمبيوتر وبيطلع لك كل ما تحط الداتا اللي عندك يطلع لك الايه الاوتبوت داتا اللي انت عايزها والباور اللي انت عايزها والى ذلك ولذلك حتى الوحده دي كانت محطوطه على فريم والفريم ليه عجل بفرامل لان الوحده ما كنا بنشغلها رحت ما كانش حد شغالها خالص بفضل الله قدرت اشغلها فطلعوها بره الصوت عالي جدا طيار فكان الصوت كان على الجبل يعني على الجبل المعمل كان على الجبل فكنا بنفرمل العجل عشان الوحده لو سيبناها تنطلق فكانت بتتفرمل بالعجل بتاعها يعني بس للاسف انه لما رحنا كانت وحدة الكمبيوتر تقريبا سرقوها او ما اعرفش حصل فيه ايه المهم راحت يعني فكنا بنشغلها تشغيل وانا كنت اول وحشة وحتى قلت لهم لو تحبوا كان شركة اسمها شركة ارمفيلد اللي مورداها لجامعة عمر المختار قلت لهم لو تحبوا ان انا اسافر انجلترا ونشوف الداتا ونشوف الحاجات بتاعتها ونجيب الوحدة اللي ناقصة كان بودهم صراحة يعني كانوا مسؤولين عن الجامعة كعميد كلية الهندسة الله يرحمه والاخ كان برضو اللي كان مسؤول معانا في القسم عندنا في قسم الهندسه الميكانيكيه كانوا موافقين بس في تعقيدات هناك بقى ما اعرفش يعني كانوا ايه اللي بين عندهم شويه تعقيدات كده لكن احنا شغلنا الوحده فعلا بفضل الله يعني كان بس ينقصنا الداتا اللي تظهر على الايه الداتا لوجر اللي هي موجوده في على الكمبيوتر تقدر تعمل بقى فيها زي ما انت عايز المهم وصلنا زي ما انتم شايفين حرب تساوي تي 3 لو عرفت تي 3 وتي 1 اقدر اطلع منها الار بي اللي تديني اقصى شغل عندنا لهذه بس طيب طرق تحسين الكفاءه للدوره دي برضه ان شاء الله هنبدا حاجه كده بسيطه ويبقى المحاضره بقى اللي هتبقى بعد كده نكملها وبقى بقيتكم محاضره واحده لسه واحده فقط اللي هي ايه بقى اللي بعد الاسبوع اللي بعد الاسبوع اللي بعد الجاي ليه هو حرام كده بجد حرام بجد يعني الكورس كان نفسي اكمل معاكم على البويلر و طب تبقوا تديني بس وقت في اي وقت تاني عشان اعرض لكم الصور اللي قلت لكم عليها وبرد العرض يعني في اي وقت يعجبكم الاجازه الاجازه مفيش مشكله طيب هناخد حاله واحده ونسيب الباقي للاسبوع القادم ان شاء الله او اللي بعد القادم بحيث ان انا اكمل لكم الامبروفمنت الليبريتورز ازاي تحسين انت واقف ليه يا باشمهندس؟ تحسين الكفاءه بتاعت الايه؟ بتاعت ال هما في ثلاث حالات عندنا حاله بنسميها الانتر كولينج وحاله بنسميها الريجنريشن وحاله بنسميها الريهيت زي برضو ما في موجود في الايه؟ في السايكلز بتاعت الستيل زي موجود في رانكن سايكل
فهنقول الميثودز فور امبروفمنت ذا ثيرمال افشنسي اوف ذا اوبن سايكل جاس تيربين بلانت اللي هي الميثودز اوف امبروفمنت. نشوف كده التحسين. انا اخد حاله واحده اللي هي الانتر كولينج. يعني ازاي بعمل انتر كولينج للكمبريسور بحيث ازود الكفاءه؟ اتفضل يا باشمهندس. انا بتقول ايه؟ القانون ده اقدر استخدمه عموما او انا عاوز اجيب الماكسيموم فولت بس فقط الماكسيموم فولت في الار بي بتساوي او تي 3 على تي 1 تي 3 على تي 1 تساوي الار بي اس 2 جاما على الشيب جاما بس واحد على مش عارف شو مهندس هي موجوده عندكم هتلاقوا الكلام ده موجود في المذكره هتلاقوا صفحه صفحة 102 البريشر ريشيو فور ذا ماكسيمم ويرك طلعت في النهاية من ار بي بتساوي تي 3 على تي 1 اس 1 على 2 زد او الار بي بتساوي تي 3 على تي 1 اس جاما على 2 في جاما اكس 1 هي زي ما احنا عاملينها بالظبط ليش؟ او تي 3 على تي 1 تساوي الايه؟ المقلوب بتاع الايه؟ في حاجة بقى بنسميها الويرك ريشيو ودي اثباتها مش مهم يعني الويرك ريشيو يا شباب هي عباره عن ايه؟ الويرك ريشيو نكملها بس هنا كده حاجه اسمها الويرك ريشيو دي بتساوي الويرك تيربين ناقص الويرك كومبريسور على الويرك تيربين نسبه الشغل اللي انت استفدته كالكتريستم الجنريتور على التوتال ويرك اللي انت طلعته من التربينة دي بنسميها الورك ريشيو نسبة الشغل بتاخد ورك التربينة تطرح منه ورك الكمبريسور تقريبا مثلا نقول دي مثلا في حدود كام؟ هتلاقي في حدود 30% على الورك تربين او واحد ناقص ده على ده هتلاقي في حدود مثلا 30% 40% ده بيسموها الورك ريشيو ورك ريشيو طبعا هي لها اثبات برضه هنا اثباتها اللي بيقول ان الورك ريشيو ده بيساوي واحد ناقص تي واحد على تي 3 في الار بي اس جاما اس 1 على جاما مجرد تقراها يعني مش جايبها في امتحان ولا حاجه بس يعني كتر كسره هي بس دي بتاع الماكسيموم ورك المهمه ماكسيموم ورك واثبات ان الكفاءه واحد ناقص واحد على ار بي اس جاما ناقص واحد على جاما مهمه برضه فانت عندك جزئين هو جزئين نظري تذاكرهم كويس وتعرف الميثودز اوف امبروفمنت بريكون سايكل عشان احسن الكفاءه بتاع الدوره دي العلماء المهندسين طبعا اشتغلوا فيها وقال لك اول حاجه هنعملها نعمل انتر كولينج للكمبريسور انتوا فاكرين لما عملنا الكيرف وقلت لكم المره اللي فاتت ان الكيرفات بتاعه او خطوط الضغط على التي اس دياجرام بيحصل لها ايه كونفرج يعني بتتفاعل بهذا الشكل الدورة لو انتم لاحظتم كانت كده واحد اثنين ثلاثة أربعة دي الدورة بتاعتنا على تي اس دياجرام طيب كل ما بخش في يامة الشمال كده شغل الكمبريسور بيحصل له ايه؟ بيقل طبعا شغل الكمبريسور بيقل لأن الخطوط بتتقارب طب قالوا طيب ده احنا نيجي في ضغط متوسط وليكن هنا كده امسح بس الحته دي كده واقوم ايه ضغط متوسط هو بس الضغط عامل كده بالشكل ده واقوم جاي عامل اللي طا
طالع من الكمبريسور هبرده اقلل درجه حرارته بدل ما يطلع على طول فوق، هبرده واقول لك تكيده بس زي دلوقتي. ثم المرحله الثانيه من الكمبريسور اضغطه اهو، بدل ما نقطه 2 كانت هنا سميها 2 مسحه او اي حاجه سميها 2 من 2 هنا بقت 2 داش. حد كده يبص كده يقول لي شغل الكمبريسور هنا قل ولا زاد؟ طبعا الحته دي اكبر من الجزء ده، وبالتالي انت قسمت الكمبريسور نصين. طب الدوره هتبقى ازاي يا شباب؟ قال التربينه وهذا الكومباشن شامبر وهذا الكومباشن شامبر، وقام جاي قاسم الكمبريسور نصين يا شباب. ازاي؟ عمل جزء بهذا الشكل شابك طبعا الاثنين شابكين في بعض مع التربينه لينكن على طول عن طريق كابلنج التربينه الكمبريسور، وهنا بقى ايه؟ بقيه الكمبريسور. ايه اللي حصل؟ خد الهواء من هنا عند نقطه واحد دخل على الكمبريسور، ده بنسميها اللو بريشر كومبريسور اللي هو الكمبريسور ضغط الايه؟ المنخفض. قام مدخل هنا وقام مدخله على حاجه يا شباب كده فيها تبريد كولر هيت اكشنجر، دخل ميه بارده وطلعها من الجهه الثانيه، ببرد الهواء اللي طالع من المرحله الاولى للكمبريسور، وبعدين ياخد بعد كده عند نقطه 2 وبعدين هنا نقطه 3 بعد ما تبرد، وبعدين يطلع عند نقطه 4 وبعدين ياخد 5 وبعدين يدي الهواء عند نقطه 6. ده بنسميها انتر كولر، انتر كولر او كده كده انتر كولر مبرد بين، بس قسم الكمبريسور مرحلتين، مرحله للضغط الصغير ومرحله للضغط الايه؟ العالي. اهي يا شباب ضغط من هنا لغايه ضغط معين ضغط متوسط، وبعدين برد الهواء لغايه بقت نقطه كام هنا؟ بقت 2 عشان بقى نمسح بقى الباقي كده كله، وبعدين هنا بقت كام يا جماعه؟ ضغط نقطه 3. اصبح ما بدا المكان الكمبريسور بيضغط من 1 لغايه النقطه دي، شوف بقى حصل نقطه 3 صحيح نزلت لتحت، لكن الشغل بتاع الكمبريسور قل نتيجه ان دي اقل من دي، السي بي في 3 ناقص 2 اقل من السي بي في 3 داش ناقص 2 داش. اتفضل يا باشمهندس. هو مش المفروض اللي هو الاقتصاد الواحد على طول 2 على حسب الرسمه؟ طبعا هنا 2 وهنا 3 بعد ما اتبرد، وبعدين هنا 4 وبعدين هنا تبقى 5 وبعدين هنا تبقى كام؟ صح كلام مظبوط. متابعين يا شباب ولا في حاجه مش واضحه؟ دي بنسميها الانتر كولر او الانتر كولينج، ليفل واحد في عمليه الامبروفمنت اللي هي الانتر كولينج ميثود. طريق عمليه التبريد البيني، التبريد البيني للكمبريسور. نشوف كده الدوره برضه التحليل بتاعها بمنتهى السهوله. طبعا واحد يقول لي ما هو نعملها بقى بالشغل الاكشوال، ما فيش مشكله يعني هتبقى بهذا الشكل. ناخدها الاول حاله ايديال، حاله ايديال. الورك بتاع التربينه بيساوي كام يا شباب؟ هيساوي السي بي في تي 5 وناقص تي 6. الورك بتاع الكمبريسور هيساوي السي بي دي 2 ناقص 1 زائد دي 4 ناقص دي 3. كلام جميل جدا. الورك نت هيساوي الورك تربن ناقص الورك كومبريسور. الكيو ادد اللي عندنا هتبقى عباره عن ايه يا شباب؟ تبقى اتش 5 او سي بي تي 5 ناقص كام؟ ناقص تي 4 اللي هي الكومبشن شامبر. السي بي بتكون عند 5 ناقص تي 4. ايتا سيرما بتساوي دبليو نت على الكيو ادد.
كيور جيت اللي انت عندك هتبقى عباره عن تي 6 اس تي 1 نعم الجزء اللي انت رميتها اساسا الكمبريسور دروب انت ما بتدوش حراره انت بتتكلم على الحراره اللي انت ضفتها واللي مطروده من الحراره اللي انت ضفتها مش من اللي انت الكمبريسور ده لما بيشتغل هل انا بضيف له حراره لا ده انا بطرد منه حراره نتيجه انه رفع التمبريتشر بتاع الهواء المضغوط وايضا هنشوف الحاله اللي هي الاكشوال لكن هنا انت ما طلبتش ده حراره غصب عنك لكن هل الحراره دي متاخده من الحراره اللي انت ضفتها انت بتضيف الحراره فين؟ من 4 ل 5 اللي هي دي اهو كيو اد لكن الكيو ريجكت اللي انت ليه دي ما الريجكت من 6 اللي هي متاخده من الكومباشن تشامبر اصلا بعد ما تبددت في التربينه واترمت في الجو لكن الجزء ده غصب عنك ده نتيجه احتكاك الهواء او نتيجه ضغط الهواء في حاله الايزنتروبيك كومبريسور ضغطه من نقطه كام لكام من نقطه 1 2 ومن 3 ل 4 فده غصب عنك انت بتبرده باي شكل بحيث تقلل الشغل اللي عندك بدل ما الشغل كان هيطلع من 1 لغايه 4 داش مثلا كده لا ده طلع من 1 2 بقى 1 2 زي 3 4 3 4 اقل من دي يبقى معناها الشغل التوتال بتاع الكمبريسور قل وبالتالي النتورك هيزيد وبالتالي الكفاءه هيحصل لها يا شباب هتزيد الكفاءه هتزيد الحاله بقى الايديال سوري الاكشوال انك انت بتعمل ده بقى كده يبقى 5 كده تمدد في التربينه بقى 6 داش هنا هيبقى 2 داش هنا هيبقى 4 داش 2 داش ما فيش 3 بقى 3 ملهاش دخل 3 انت بتبرد عند ضغط ثابت بتبرد الوركينج فلويد عند ضغط ثابت هو كده هيديك 2 كونديشن صح كفاءتين مفيش كوندنسر هنا يا باشمهندس بقول لك انت دايما قاعد تخلط لي الحاجه ببعضها الاسامي بس ما هي كفاءتين طبعا لان في عندك مرحلتين المرحله الاولى اللو بريشر كومبريسور والمرحله الثانيه الهاي بريشر كومبريسور تمام فهيبقى عندك هنا بقى في الحاله دي الورك تيربن الاكشوال سايكل هيبقى عباره عن ايه الورك تيربن هتبقى عباره عن سي بي تي 5 بلس تي 6 داش وطبعا هتقول لي الايتا تيربن بتساوي ها مينيمال ليمي الايتا تيربن هتساوي كام؟ سي بي في تي 5 بلس تي 6 داش على سي بي في تي 5 بلس تي 6 من دي اطلع تي 6 داش انا في كده مساله سريعه ما تاخدوش نألفها واحنا الورك بتاع الكمبريسور هيبقى عباره عن سي بي تي 2 داش ناقص تي 1 زائد السي بي او كده زائد تي 4 داش ناقص تي 3 الايتا كومبريسور هتبقى بتساوي ده الهاي بريشر هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن تي 2 تي 2 ناقص تي 1 على تي 2 داش ناقص تي 1 وكذلك الايتا كومبريسور للو بريشر كومبريسور هتساوي تي 4 ناقص تي 3 العكس بتاع التربيع على طول تي 3 على تي 4 داش ناقص تي 3 من هنا اطلع تي 2 داش وهطلع تي 4 داش واقدر اكمل الشغل كحاله اكشن حاله اكشن مفهوم يا شباب؟ هو مش المفروض ان انا بستخدم عندها 2 واحد؟ نعم اللو بستخدم عندها 2 واحد صح؟ اللو بستخدم عندها ايه؟ 2 واحد واحد واثنين اهو مع الايتا احنا معوضين باربعه تقريبا نعم الايتا للو معوضين باربعه ثلاثه الايتا للو احنا مبدلين ده الهاي اه
طبعا لو حسبت الورك بتاع الكمبروسو بزاوية كولي هيبقى من كام لكام بقى؟ مفيش كولي هيبقى من واحد لفوق خالص اللي هي الحركة اللي احنا عملناها في البداية. ونشوف بس يعني مجرد نحلها كده مع بعضنا بسهولة يعني. المفروض دي بتخلص كده. واحدة بتنين. واحدة عشرة كده بس كده نشوف اللي جاي. شوف مسألة بسيطة. هنا في بريتو سايكل. عادي عادي الفبريتو سايكل هناخد بس الارقام بس ونشوف هي ممكن طبعا في مسائل ورا بس انا مش عايز اقعد هناخد كده يعني حاجه هاخد كده نشوفها بس الارقام بس في عندي بريك اون سايكل بريك اون سايكل طرف الكتاب ما جاتش بقى ايتا تيرمي طرف الكتاب المذكرة ما جاتش بقى و ايتا كومبريسور بتساوي 85% عادي الاثنين قد بعض في الكفاءة بتاعتي الكفاءة لازم تروح على بعد 85% للتربينة و 80% للكمبريسور يبقى 80% كومبريسور وإيتا تيربن 85% الماكسيمم سايكل تمبريتشر الماكسيمم سايكل تمبريتشر اللي هي درجة الدخول ايه بقى؟ أقصى درجة حرارة دايما بتخش على التربيت يبقى تي 3 تي 3 عندنا طبعا لو خد بالك لو معطيها بالديجري سيليزياس لابد تحولها للكلفن على طول فهو هنا عطيها ب 375 ديجري سنتيجريد لو وركينج فلويد كان بيتيك الاير قال لك ممكن تستخدم الوركينج فلويد اللي هو الهواء السي بي بتاعته ده 1 كيلو جول لكل كيلو جرام كده سي بي اير سأل هي 1 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن والجاما بتاعته قال اعتبرها 1.4 هي السي بي للهواء دايما 1.5 من 1000 يا شباب 1.5 من 1000 لكن هو هنا سهلها قال اعتبرها 1 لو ما جابش
لو ما جابهاش افترض افترض 1.5 من 1000 نعم يعني ايه في كله دورات الاستخدام لا يا باش مهندس درجات الحراره بالنسبه للستيم لها جداول ولها خريطه وكلها محسوبه بالسنتيجريد القوانين بتاعه الجاز بتلزمك انك انت تستخدمي كل القوانين اللي اشتقتها قانون عام الغازات وقوانين الايزنتروبيك وقوانين سقوط الضغط وسقوط الحجم كل درجات الحراره اثبتوها بالدجري كلفن اللي هي تي بالدجري سنتيجريد بلس 273 للغازات فقط لكن بالنسبه للستيم ما تدخليش الستيم في الشغل ممكن تستخدمي الستيم درجات الحراره بالكلفن وقوانين الغازات لما بقى في منطقه السوبر هيت والضغوط العاليه تعتبريك عايده الجاز لكن احنا ما بنعتبر احنا لنا خرائط وجداول الستيم بنستخدمها ماشي طيب بعد كده طلب ايه تاني هوينش انت ذا كومبريسور عند واحد بار يبقى البي واحد يساوي واحد بار ماشي كده ان تي واحد ب 27 درجه طبعا تي المفروض تي سمول بتبقى تي سمول كده طالما بالسنتيجريد تي كابيتال بالكلمه عشان بس تتذكر اول ما تشوف المساله بالجاز قوم معوض على طول بدرجات الحراره بلس 273 وريح دماغك بين 8 4 1000 كلفن الكلفن ما بتكتبش عليه دايره من فوق بتتكتب كي كابيتال كده كابيتال وال 27 بلس 273 هتبقى كام يا شباب؟ 300 كلفن بس عشان ايه؟ ما تغلطش في الحسابات بتاعتك 7/15 هو الصفر بس يبقى 1 0 1 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 طبعا يبقى تي واحد وهنا تي تلاته بس الار بي هتساوي اربعه عندي مش اربعه بار اربعه لان دي ريشيو قول فايند ذا فيول يوز هاز ا كالوريفيك فاليو ما علينا من الكالوريفيك فاليو دي دلوقتي ذير از ا لوس اوف 10% كالوريفيك فاليو بس انا محلوله بس احنا هناخد الحاجه البسيطه بتاعتها هو عايز بقى يحسب ايه؟ بقول find the required air fuel and fuel ratio in the gas turbine whose turbine لا احنا عايزين نحسب الكفاءة بس عايزين نحسب الكفاءة هنحسب ال required الحتة الزايدة دي هنروح على كده بسيطة يعني وبحسب الـ air to fuel ratio كمية الهواء وكمية الفيول اللي هو أضافه عملية سهلة ومحدودة يعني انا الـ required في المسألة الـ required احسب ايتا ثيرمال ثيرمال بريك طبعا سيادتك انا طلبت منك حتى في الامتحان المره اللي فاتت انك انت ترسم التي اس دياجرام من غير التي اس دياجرام مش هتبقى ما اقدرش اعرف انت ماشي ازاي النقاط حتى اللي انت حطيتها واحد يقول لي طب انا حطيت النقاط غير ما انت بتعملها على السبورة واحد اثنين ثلاثه اربعه حط واحد في كل التربينه واثنين المخرج ثلاثة فول الكمبروسور أربعة فول الكمبروسور مفيش مشكلة سمى A و B و C و D مفيش مشكلة المهم انك انت تبين لي بس اللي ايه انت ماشي ازاي مش من غير الرسمة تعتبر حالة غش تعتبر حالة غش انت ما بينت ليش انت ماشي ازاي اصلا فلو رسمت الدورة دي جدا لو رسمت الدورة على التي اس دايجرام ادي عندنا بهذا الشكل طبعا المفروض هنا واحد اثنين واساسا عندي
ايزوتروبيك افيشنسي للكمبريسور وايضا للتربين. التربين هنا هتبقى ايه بقى؟ هتاخد هنا نقطه 3 تنزل عند نقطه 4 توصل لغايه كام هنا؟ 4 داش. دي اكشوال سايكل. دي اكشوال سايكل. متابع؟ 40 يا اولاد. خلاص الار بي عامله في كام؟ 4. طبعا لو انا طلبت منك الكفاءه في حاله الايديال سايكل كنت عملت ايه؟ كنت ممكن اعوض بالقانون على طول مباشره وجبت اللي هي 1 ناقص 1 على ار بي والسي جاما ناقص 1 على جاما وتعمل تاكيد لكلامك ويكون كلام غلط. لكن هنا هنشوف الراجل عاطي طبعا عشان اجيب الشغل بتاع التربيل هيبقى تي 3 ناقص تي كام؟ 4 ياش. طب انا عايز 4 الاول. هقول له كده ان تي 3 بما ان السوليوشن طبعا تي 3 على تي 4 هتساوي الار بي بس جاما ناقص 1 على جاما. هطلع من هنا ايه؟ تي 4 هتساوي كذا. طبعا بالكلفه. طيب ايه تي تربين؟ اللي هي لازم تربط الافيشنسي بتاع التربين. هتبقى عباره عن ايه يا شباب؟ تي 3 ناقص تي 4 داش على تي 3 ماينس تي 4. دي موجوده ولا لا؟ على تي 3 85% تي 3 موجود تي 4 اللي جبتها من هنا على طول اهي كده تي 4 داش كذا كده. نخش على الكمبريسور تي 2 على تي 1 هو الكمبريسور طبعا. ده طريقه الحل انت اللي موجود عندنا وفي مسائل في الاخر كتير يعني مش هتخلي المعيد بره يختار لكم المسائل الكويسه والحلوه. على تي 1 هتساوي الار بي بس جاما ناقص 1 على جاما من هنا هطلع تي 2 يمكن طبعا تي 1 موجود اهي اللي هي دي ايتا كومبريسور تساوي بقى اوعى تغلط في ايتا كومبريسور وايتا تربين دي عكس دي هتبقى الصغير دايما على الكبير يبقى افتكرها كده مني الصغير الشغل الصغير على الشغل الكبير في حاله التربينه برضو الشغل الصغير على الشغل الكبير مش كده ولا ايه؟ بس هنا يعني هنا معكوسه لان الشغل الكبير بتاخد في الكومبريسور الشغل الكبير ما بتاخدش من ايه؟ من التربين، الشغل الصغير اللي بتاخد من التربين. يبقى هنا هتبقى عباره عن تي 2 ناقص تي 1 على تي 2 داش من هنا اطلع ايه؟ تي 2 ركز معايا الاخ اللي متابع معايا ده عشان لو في حاجه غلط. صح كده؟ لا صح انا ايه؟ صح انا صح مالك مسحك على ايه؟ قول فصل بتعمل ايه؟ فصل ده لا فصل فصلت خلاص؟ امال انا تعبان اصلا بس عشان خاطركم يعني بس خلاص جبت تي 2 داش من هنا بقى خلاص اطلع اطلع بتاع التربينه هيساوي 3 ناقص تي 4 داش سي بي الورك بتاع الكمبريسور سي بي واحدة ما خدش شغل اكبر نيت ورك ده كيلو هات من اللي عندنا سي بي سي بي في 3 كيلو وارد او حاجه ماشي خلاص لو كان قال كانت هتبقى مشكله المفروض انت اللي تطلعها لان مين عرفك ان الكيو ادد لو هو كاتبها كان عدد او عدد درجات الحراره دي صح؟ اه لكن الكيو ادد هو ما المفروض انت بتضيفها 200 داش ب 3 فده اللي انت وفي الحسابات انت بتطلعها عشان تعرف انت هتضيف قد ايه فيول للمحطه نفسها او للدوره نفسها يعني في 2 داش تاكيد هتبقى كيو واحد هتساوي سي بي في 2 3 ناقص تي 2 داش عندك
ايه ده بقى البريتون سايكل هتساوي الورك ريت على اليو اف كذا. عايزك بقى تجربها في البيت. طبعا هي محلوله يعني. جربها في البيت بقى لو الحاله ايديال. حاله ما فيش فيها ايتا تربن ولا ايتا كومبرس. طبعا هتبقى اعلى شويه بالتاكيد. كفاءه هتزيد شويه، هنا هتقل شويه. اي سؤال؟ شكرا لكم وكل سنه وانتم بخير.